يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كلمات في القرآن لها عدة معان مثل المعية، فهل تفسر الكلمات المشابهة لها في تعدد المعاني بما يناسب مواضعها والنظر لأسباب النزول وغير ذلك من أصول التفسير، أم أنه يكتفى بتركها على ظاهرها؟ تفسر بحسب مواضعها وسياقاتها، إحنا أشياء ما تكون دائما على وتيرة واحدة، وإن كان اللفظ واحدا لكن يختلف في اختلاف المواضع والسياقات. نعم.